سمي مكان ممكن أن تسميه باسم شخص تريد تكريمه. سمي لي مكان ممكن أن يسمى باسم شخص يراد تكريمه. فشنو هذا المكان؟ يعني شو نقول؟ مكان معين ممكن يكون شارع. شارع؟ أي ممكن. خلينا نشوف. نعم، والشارع أقوى احتمال لأنه يسمى شارع باسم فلان، شارع أبو نواس، شارع السعدون، شارع المتنبي، كل صح. إذن فضلي أخت أميرة وفضلي أخت مورس، ونجي نعيد السؤال على عائلة العلواني. خلينا نشوف أصالة. سمي لي مكان ممكن أن تسميه باسم شخص تريدين تكريمه. ساحة. ساحة. خلينا نشوف. ساحة. نعم، والساحة موجودة. ساحات كثيرة، ساحة السبعاوي، ساحة فلان، ساحة فلان، وسيف. تمثال. تمثال. أنا إذا أقول السؤال، سمي مكان، مو سمي لي تمثال، سمي لي مكان ممكن أن نسميه باسم شخص يراد تكريمه. المكان شارع، ساحة، والسيدة هنا مستشفى. مستشفى صح. مدرسة. ها؟ مدرسة. مدرسة. نعم، خطأ واحد عندكم. أصالة. متنزه. متنزه. خطأ ثاني. أنتوا الآن عليكم أن تتفقون على جواب واحد. مو ها زهراء؟ يلا يلا عمو، اتفقوا وتشاوروا. وسيف، سمي لي مكان ممكن أن نسميه باسم شخص يراد تكريمه. أسواق. أسواق. أسواق أيضا خطأ. ممكن يسمى أسواق باسم شخص بس ما إجا بالاستبيان. والكلب. إذن ثلاث أخطاء ارتكبوا، ونأتي على أحمد. أحمد خلينا نشوف. لا بعد تنتهي علينا نسمع. أحمد. مسجد. المسجد. شركة. ها؟ شركة. شركة. وست أميرة. قاعة. قاعة. وعارف. أعتقد قاعة. قاعة يعني قاعة. 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 أدنى. صح.